السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رانا في ولاية سطيف في قضية كبيرة جدا تهم كل الجزائريين مع أخونا محمد فارماسي. مرحبا بك محمد. الله يبارك فيك. أولا نشكر قناة السلام ونخص بالذكر الأستاذ صابر، يعطيكم الصحة لأنكم تبعتوا القضية هذه عندكم عدة أشهر واتصلتوا بعدة وزارات وكانت عندكم نظرة عامة نقدر نقول على القضية هذه. محمد، تا وقفت في زمن كورونا وقفت فيت مع 5000 مواطن وفرت لهم الدواء وفي الأخير وجدت روحك متهم باختراق برنامج بطاقة الشفاء. هذا البرنامج اللي سخرت له الدولة، كانت الاتفاقية تاعو ب 17 مليون دولار في عهد الوزير السابق طيب لوح، وكلف الدولة 200 مليون أورو. احكي لنا كيف وصرا، كيف تنقيت روحك من وضعية نورمال، شخص كيما انت تستاهل وسام من عند رئيس الجمهورية الشيء اللي قدمته في البلاد الكورونا، كيف تنقيت روحك في تهموك عشيت انت اللي اخترقت الدولة واخترقت البرنامج؟ احكي لنا. وين نحكي لك خويا صابر، نبداك من البدايه ان شاء الله. انا صيدلي غضبان محمد صالح ابن جمال، جدي شهيد، حفيد شهيد غضبان محمد صالح، خريج الجامعه الجزائريه، قريت هنا في الجزائر الحمد لله، جو سوي فيير. خلصت لا فارماسي تاعي، خدمت عند ان فارماسيان اللي هو ياسين عزون، اللي نغتنم الفرصه باه نحييه ونشكره ويعطيه الصحه، باسكو هو اللي فهمني لي زاستيس والامور اللي باش تخليك صيدلي ناجح، لانه هو صيدلي ناجح وانا كي خدمت عنده تعلمت حوايج بزاف في امور الصيدله. وكما يعلم البعض انه احنا في لا فارماسي كي تخلص لا فارماسي كاين في الديديس مديريه الصحه تروح تسجل اسمك في ريجستر اد هوك وتنتظر قائمه كبيره فيها اكثر من 1500 و1600 دوك حتى يلحق الدور تاعك باش تفتح الصيدليه. سينو كاينه طريقه اخرى، هي انه واحد يديزيستي لك على لو فوند كوميرس تشريه عليه باش تقدر تفتح صيدليه. وانا سخر لي ربي جدي ربي يرحمه حاج طاهر عيشور بوي الوالده، يعرف ان سرت رضا عيشور في الفاميله تاعو، توسط لي قال له خلص ولد بنتي وفارماسيان جديد لا تقدر تعاونوا هذا، قال له ما كانش مشكل نسلف له مبلغ من المال يبدا به ومن بعد يرجعوا لي. وهذا هو اللي كان. تكليت على ربي وسلفت المبلغ من المال من عنده وتكلفت منه من وشريت هذا الفوند كوميرس من عند ان سيرتان رايس مهدي ستان فارماسيان كوستانتينوا اللي كان في الميسيس ورايس صيدليه في نفس المكان. كانت عنده تروا كونفونسيون، كناس كازنوس ميليتير، دونك انا ديزيستالي درت لي كونفونسيون كناس كازنوس ميليتير. داروا لي مشاكل بارتو، داروا لي مشاكل ثاني مع لا كيس ميليتير، مع لا كونفونسيون ميليتير حبسوها لي. وشني الحمد لله كاين رجال شرفاء فيما يخص لا كيس ميليتير هما اللي راهم لاتين بالقضيه ان شاء الله وفيها خير، ما نتكلموش عليها. انا نتكلم لك بوكو بليس على القضيه اللي داروها لي هنا في سطيف، عصابه لو كلون تاع لا كناس تاع سطيف واللي يستغلوا في المناصب تاعهم مع موش وحدهم، كاين ناس بزاف توتان جروب يستغل المناصب والسلطة اللي عطاتها لهم الدولة باش يطلبوا الابتزاز والرشاوي، وسواء تمشي معاهم سواء يحطموك، يعني سواء تخش معاهم في الجروب سواء تولي انت هو المجرم ويشوفوا لك السمعة تاعك ويقلبوك مجرم. بديت انا نخدم عادي من 2011 وانا نخدم معاهم عادي حتى 2019. في هذه الفترة كانوا يجيوني شوية لي فارماسيان يدزونا نحوسوا اعطينا سوارد او اعطينا هذاك. انا عندي ان برينسيب، انا ما نمدش الرشوه، انا هكذا متربي رباني عليها بوي ربي يحفظه، ما نمدش. انا نخدم من 8 في الديبي باش نسلك الديونه تاعي، من 8 تاع الصباح حتى ل 12 تاع الليل نتعب باش نسلك، هو يجي يقول لي اعطيني رشوه، ما نعطيكش رشوه انا ريقلو ما نعطيكش. هكذا بدات ابتزازات هكذا برك. صح في 2019 سوبيتمون يعيطوا لي يقولوا لي انا حبسناك لا كونفونسيون. شكون هذو اللي عيطوا؟ هذا ان سيرتان جارنا مصمودي وسيم اللي كان مدير الاداءات في هذيك الضربه، كان هو نائب مدير الاداءات تاع لي بريستاسيون. هذا يعني على مستوى كناستيف، على مستوى كناستيف اونتر بارونتيز، هذا بداية تاعو كانت يمد لي كارت شيفا، نهار بديت انا في 2011 يمد لي كارت شيفا سوبيتمون عام عامين ولا مدير تاع بريستاسيون، هذه سؤال يبقى مطروح. عيط لي قال لي انا حبسناك لا كونفونسيون. كيف تحبسي لا كونفونسيون؟ انا عندي اتفاقيه بيناتهم، عندي عقد كما نقولوا احنا عقد تجاري، هذه
فيه باش تحبس لا كونفونسيون لازم تبعث لي شهر، لازم نقلب لك عن طريق اللوسي، لازم كاين شي قدام ما تقدرش تحبس لي سوبيتمون هكذا، ما كاين حتى حكومه كان تحبس لي. معليش رحت نستفسر انا في لاكناس عند المدير اللي كان انا ذاك وتوفى نعاسي هذا ربي يرحمه، قال لي انت دخلت لا باز دو دوني تاع سيستم شيفا وانا حبسناك لا كونفونسيون، دوخوني انا بك هذا اللوجيسيال شيفا، هذا لوجيسيال تاع امن دوله، لوجيسيال كبير بزاف فيه 24 مليون مؤمن اجتماعي. الدوله الجزائريه هذا اللوجيسيال شريته بمبلغ بلوس دو 200 مليون اورو، يعني اكثر من 4000 مليار سنتيم، يعني كيعود صيدلي يقدر يخترق جهاز كيما هذا ويخترق المعلومات تاع 24 مليون جزائري، معناه هذا يخص امن الدوله راه في خطر. حاجه باينه كيف هنا دوك انا والشركه اللي شراوها من عندها، نزيد لك شركه فرنسيه، يعني المعلومات تاع الجزائريين هذو والاطارات الساميه في الدوله، الرئيس الاول للحكومه الوزاره هذو وكل راهم عندهم دوسيثم. صافي حاب يقول كيعود فرماسي يقدر يخترق هذا اللوجيسيال، صافي حاب يقول هذو شركه لفرنسي وذاك يختار ماشي غير يخسرونا على بالهم واش ياكل دواء واش قد عنده ولاد، ما عم بالهم حتى باللي رئيس الجمهوريه واش من دواء ياكلوا واش من ولاد واش من كلش ديطاي كلش على حساب هضرتهم هما هي التهمه هذه ملفقه وكنا نحكوا ليها. عندك وثائق؟ اسمح لي محمد، عندك وثائق رسميه يقول لك باللي راك اخترقت؟ عندي وثائق رسميه وعندي احكام حتى باسكو لا كومبليسيتي، لا كومبليسيتي تاعهم اي ماشي غير من لاكناس بعد كي كبرت دوك نحكي لك، حتى في القضاء، حتى في القضاء الاحكام القضائيه يقول لك باللي هاو الحكم استنى نعطيك باللي انت دخلت لا باز دو دوني اخترقت لا باز دو دوني وتعديت على قاعده البيانات، فهمتني؟ كاين ثم برسمي ايه هاني نقول لك باسم بحكم نعم. الشعب من عند الدوله الجزائريه نعم. بعد ما منعتهم لك باش يخرجوا لك من دور دور الكاميرا ها. هذا حكم باسم الشعب باللي انت دخلت لا باز دو دوني. محمد اسمح لي كي توجد وثيقه رسميه هكذا باللي باللي النظام البرنامج هذا باللي تم اختراقه، هذه امن الدوله جوستوم، هذه تدخل فيها وزاره الخارجيه ثم الشركه الفرنسيه هذه اللي شرينا عليها مشروع هذا 200 مليون اورو، فهمت؟ ثم خدعت الدوله الجزائريه هكذا حبيبي، وعند حق والدوله عندها حق تقاضي الشركه الفرنسيه هذه. المشكل معك سامحني المشكل الكبير هما كي داروا هكذا ما بلغوش السلطات العليا للامن القومي والله باللي هذه لا سوفرينتي تاع لي طرف اللعب، ان فارماسيان دخل لا باز دو دوني واخترقها معناها ان هاكر والله ان انفورماتيسيان والله جهات اجنبيه اللي خدموا هذه تما راهم عندهم كلش ما بلغوهاش. بصح انا بشخصي وضبان محمد صالح رحت للاجهزه الامنيه وبلغت باللي وضبان محمد صالح راهو اخترق قاعده البيانات لهذا اللوجيسيال ورام هذو عمال لاكناس وهذو المتواطئين معهم اللي دوك نجي لك ليها، لانه ان كان سيرتان رضا عيشور هذا اللي يقول لي كل الناس راهي في جيبي، كل الناس راهي في جيبي دوك نحكي لك عليها ما بلغوكمش لكن خليني برانا، هذا امن دوله لا سوفرينتي ديتا 24 مليون جزائري الناس تقدر تخترقها. ومن بعد محمد واش درت انت كي جا كي جاتك هذيك شمن تواصلت قصيتك مع المديريه العامه في في الجزائر جوهري؟ انا نولي لك نرجع لك لهذاك قالوا لي لازم تروح تتصل بجغري، هذا مصمودي هذا جغري، هذا جغري عبد اللطيف المدير العام للصندوق الوطني، عبد الحفيظ هو عبد الحفيظ لا هو مدير الاداءات مدير على مستوى الصندوق الوطني الوطني للضمان الاجتماعي، للضمان الاجتماعي والبي دي جي في هذيك الضربه هو كان تيجاني هدام، هو اللي كان بي دي جي داروا لي لا بيريود ومن بعد طلع وزير ثم كسرتك المشكل هذا، كان المدير العام تيجاني هدام هو اللي كان طلع وزير ها نذكرك باللي اللي راهو قيد التحقيق قيد هذه من عقيدة تفضل لا كمل حصول هو اللي كان كان مدير عام في كي داروا لي لافير في 2019 بعثوني للجزائر قالوا لي لازم تروح للجغري، داروا لي معاه ان سيرتان رونديفو داني رحت ليه. شكون اللي داك؟ داني صاحبهم رشيد رميدي، هذا ان سيرتان رشيد رميدي هو كان جيرون لو دي جي تاع جي اش ماد غروس سيستوري هنا في ستيف ايوا واللي راهو راهو في الحبس بتهمه بيع المهلوسات 12 مليار دينار
هذه ما نعلمش على بالي بلي راه في الحبس بس ما على باليش في هذا صديق مقرب الجغري. هذا صديق جد مقرب من جغري وجد مقرب من رضا عيشور اللي كنت نحكي لك عليه الاول باسكو كي دي رشيد رميدي دي رضا عيشور سي كيف كيف سي لو ميم كلون. بعثوني يداني مع الجغري هذا استقبلني قال لي ما كانش مشكل مسيو غضبان قال لي انا حبسنا لي فارماسيان قبلك قال لي هذه ما كانش من هذه تاع لا باس دو دوني روح برك للسطيف وبو دي سيمين قال لي نقلبوك لا كونفونسيون تاعك تري بيان. انا قلت هذا انسان او على بالو روحت للسطيف هنا يجيني مصمودي لانه مصمودي هذا باش نحكي لك اونتر بارونتيز رئيس صندوق دوكا ديريكتور هذا هو الامر كان مدير الاداءات قال لي راهو يقولوا لك اعطينا 400 مليون تاع 400 مليون هذه قال لي شوف قال لي تخدم من شيفر دافير مليح معنا ورم يشوفها محمد راك تعز عليا زعما جاني من كوتي هذا راكم تمتش صور درهم يحطموك. قلت له انا با كيستيون قلت له انا في 2010 كنت خدام عند عزون ياسين كنت نسلك انا 4 ملايين عيش لابيل في ماشي كيف تاع لي يا ربي وليت نشيفر دافير ونخدم خير ربي نحرم صوردي هذه برك جامي صرات ما درتش من هنا. بصح المشكل وين انه عندي تسجيلات والتسجيلات هذه نقولها لك في قناة السلام دوك انا على بالك كيش كيت بها هنا ورضا عيشور يقول لي كلش في جيبي قضاء في جيبي لا بوليس في جيبي قلب شوف قلب السلطات ورجال الدولة وكل كورومبي على حسب هضرته بالتسجيلات عندي كي درتها حكموا علي عام حبس قالوا لي ممنوع السجل. بصح درك انا فتطلع هذا مصمودي وسيم هذا اللي كان نايم مدير دخل يمد لي كارت ومن بعد قلبوه نايم مدير الاداءات دوك ولا هو الديجي تاع لاقناص. انا جي ديسيدي باه نمد هادو التسجيلات عندي اللي عندي بتاعو بتاع رضا اللي يقول لي والله غير نهبطك يقول لي احنا هبطنا سلال وهبطنا ويحيى وانت والله غير تهبط بالتسجيلات يقول لي انا قاضي التحقيق الفلاني صاحبي والبروكيرور الفلاني صاحبي ورئيس الفرقه تاع الشرطه الفلانيه صاحبي والله ما دير هادو انا لازم نذكرهم تو 40 45 مليون جزائري وخلي هبطوني الحبس يا اخي وما حطموني ثموني معليش انا نذكر هادو نفضحهم تو الغاشي باش يعرفوا هذا للدي جي مش احنا نحاربوا في الفساد والدوله كومبي تحارب في الفساد وهذا اللي بالدليل تسمع هذوك التسجيلات الصوتيه راسك يحبس يطلع دي جي. انا هذو اسمح لي انا هذو نذكرهم خلي دي يوديوني الحبس انا هنا قابل محمد هذو ثم هذه تبدا من الوزير السابق وهبط هذه شوف لاترياد هما من بعد ربي سبحانه احنا الحمد لله الواحد الحمد لله عنده ثقه في ربي كي داروا لي لافير درها لي هذا تيجاني هدام جغري مصمودي على حسب صحاب مصمودي هما اللي قالوا لي بعد واش يكون اسمح لي محمد برك طلع وزير اسمح لي محمد اسمح لي زيد فضلك هذو اسم الشبكه مسيطرين على لي فارماسي على المستوى الوطني على المستوى جغري بالفمو قال لي قالها لك جغري قالها لي جغري فموني حبست الصون فارماسي ما تحيرش روحك مره روح تروح دوك نقلب لك سما هذه على باليش بلي يبتزوا سما هذه دايرين جزيه يمدوا لازم يمدوا رشوه اي فارماسي على المستوى الوطني صحيت انا دوك على بالي بلي كاين 5 ولا 6 فارماسي في ستيف اللي داروها لهم وقلبوا لهم وجغري بالذات فمو قال لي الصون فارماسيان اللي درتها له اسكو مدوا ما مدوش قداه مدوا ما على باليش بصح انا بيرسونيلمون فارماسي غضبان قالوا لي لازم 400 مليون باش نقلبوك لا كونفونسيون سينو ما نقلبوها لكش كي ما حبيتش نمد 400 مليون ولاو دخلوا لي القضيه للعداله وهنا ثاني بدات الطامه الكبرى تبان لانه انا كي كان يقول لي رضا عيشور هذا او هذاك في جي بي والعداله قاتل يقول لي قاتل الروح يقول لي والله غير نخرجوا انا يقول لي انا هو اللي مسيطر كنت نقول شغل او يفوخ او يزيد شويه شايف كيف انت قاتل روح تخرجوا بصح في رويا مزيون 2019 الضوء فهمت باللي صح راه مسيطر على العداله تاع سطيف باسكو كي رحنا للقاضي التحقيق ودوموندينا خبره ما حبوش يعطيونا خبره جابوا لنا ان تكنيسيان عينوهم عندي التسجيلات عندي كلش عينو ان تكنيسيان قالوا لهم ايه يقدر يخش لا باس دو دوني كي دوموندينا احنا خبره من عند خبير ما حبوش يقبلونا والمالور لو بلو غراف هم يفهموها هذو انا قالها لي لافوكا اهل القانون يفهموها كي دار ملف الاحاله هذا قاضي التحقيق كي داروا ملف الاحاله على الجنح يعني على الجزائي نحى هذو لي دوموند بلي انا ما دومونديتش خبره عنده وما دومونديتش خبره في غرفه الاتهام باش يسهل الامر للجوج لانه هما لازم يكوندانيك وكنت ما مشيتش معاهم لازم تهبط الحبس لازم سينو راح تولي خطر عليهم فهمتني
وكيفاه وبعد على حسب معلومات وتحقيقات اللي خدمناها احنا قال لك اكبر انتقام ننتقموه منك تثبت كشفك لقضيه 51 صيدلي اللي من 2012 حتى لسنه 2022 باش عطاو لهم الاعتماد وكانوا يجيبوا الدواء دواء في ليريكا في انواع وكل ملبوسات كانوا يجيبوه بلا نيف بلا اعتماد. احكي لنا القصه هذه تاع النقابه هذه تاع مجلس اخلاقيه المهنه باسكو هذا امريزو وكل مع بعض سيت الريزو دوك نحكي لك عليه بصح قبل ما نحكي لك عليه برك كاينه نقطه جد مهمه لازم نفكرك فيها لانه انا باش داروا لي هذه وشمهوا لي السمعه تاعي قال لك هذا الانسان غضبان هذا ما يحكمش الطريف وراه فسد علينا الخدمه وراه يغلي علينا الشربه هذه ما كانش من هذه تاع ما نحكمش الطريف انا جو سوي فارماسيان انا هذه لا فارماسي درتها نحب سيت ميتي نوبل انا لا فارماسي كي نهار بديت يجيني فيها المواطن يجيني فيها المثقف المواطن البسيط العامل اللي يخدم لا جورني انا كي يجيني ماسو والله يجيني واحد يخدم في البلديه اللي هما رجال شرفاء هذو ما يسرقوش هذو رجال شرفاء يجيني يقول لي محمد اشري عنده يخرج له طاريف دو ريفيرونس يخرج له برودوي نون رومبورسابل يقول لي ماركي لي في لا كارت يخلي لا كارت عندي كمثلا كضمان به نشفاه ويجي يشري لولاده تجي الارمله يجي كلش ماركي دوك الفان داني هذه انا نحب نحي هذه سي بيرسونيل ثم تعاونت الناس هذه انا نعاون هذه لوجه الله سبحان الله ثم انت الناس عاونت الناس زوا ولا فهمت ما تحكمش عليهم الطريف دوبي ماشي ما نحكمش انا الطريف تاعو نماركيه له دوك يجيني في اخر المطاف والله كيش ما مومي يقول لي محمد والله ما نقدر عندي مثلا 600 الف يقول لي نقدر نعطيك 200 الف 300 الف اي عن كيما نقولوا عن طيب نفس مني انا هذه انا نمدها زاكي نفهمها هذه بيني بين مولايا نحيها له صح صافي با دير بلي انني نحيت الطريف وبدا وقال لك جبت لي كليون تنحي الطريف هذا رزق ربي لازم نفهمه اللي ربي هو الرزاق ثم هما حابين يديو ان بورسونتاج مع كل فرماسي صحيت ثم انت درت لهم خلل خاطرش ما مشيتش معاهم لانهم قالوا هذه كيفاه لي فرماسي اكل 80% من لي فارماسي دزو فينا نحوسو يدزونا للتركي يدزونا وانت لو برومي في ستيف ما دزناش سي با نورمال انا كي ثم عندك نسبه حوم يحوسو هما من المديريه العامه وهبط ثم يحوسو يديو نسبه من الارباح من لي فارماسي اسمع لي محمد تفضل اذا تفضل وكاينين لي فارماسي يخيروهم باغ اكزومبل كيما سيلون لو شيفر لو شيفر تاعهم كيما هنا في ولايه ستيف كيما بعض الادويه يديو يخدموهم غير ان سيرتان عطينا مثال باش تشوف الناس باش الشعب الجزائري يفهم الحقيقه هذه قضيه اخرى معليش باش نرجع لك اللب القضيه معليش هذه قضيه اخرى كاين دي ميديكامون حنا تاع لي مرض كرونيكا ربي يشفيهم ان شاء الله كاين لا سكليروزون بلاك قد محمد قد يعطينا قد بار اكزومبل واحده سميها هنا قد هذا الدير برك كيما هذا نعطيك 30 مليون مثلا تاع كاين سيرتين كونسير دو سون كاين هذه لا سوماتولين قد الدير محمد سوماتولين هذا لو تريتمون تاع 3 موا 42 مليون 42 مليون 42 مليون بس باطا محمد 3 بوات هو 3 موا يمشي 3 موا سما 3 ب 42 مليون 3 ب 42 مليون كاين هذا الريبيف تاع لا سكليروزون بلاك الريبيف هذا قد يدير 3 بوات ب 24 مليون 24 مليون فهمتني سما محمد هذه لا سوماتولين 3 بوات 14 و 14 28 42 مليون 3 بوات هذو ما يديروهمش انا الفارماسيان هذه نحكي لك على شان ناسيونال باسكو انا عندي مي كوليك على المستوى الوطني على المستوى الوطني هذو يديهم غير جماعتهم نص تاع النقابه ونص اصحاب الديريكتور ونص اصحاب تاع المدير الاداءات هذه خدمه اخرى باسكو كي يعود عندك دوز اوردونونس من هذه خلاص ما تحتاجش تيجيك 100 ولا 200 عبد ثم يجيك عبد زوجك وتاخذ 200 مليون 300 مليون 300 مليون في الشهر ايوه وهما اللي خيروا وين الفرماسي يخدموا هذو بارك باش يبعث لك هذا لازم تعطيها بورسونتاج ثم مستغلين ثم لهنا ثم تقدر تقول مستغلين الدوله احسنت مستغلين الدوله خصت ميزانيه كبيره باش تقوم بالمواطنين تاعها باش احنا الشعب الجزائري برك باللي حاجه اللي يفهمها يقول لك انا فرنسا ويقول لك الالمان ويقول لك نو مسيو كاينه احسن دوله اللي راهي قايمه بالشعب الجزائري بالشعب تاعها فهمت في التامين الاجتماعي الدوله الجزائريه كونفيرميها لك انا لانني في الدومين وعلى بالي وشني المشكل احنا في تاعنا كاين ناس
السلطه راهي بريئه منهم لانهم يخدموا كما نقول يخدموا لجيبهم يخدموا حاجه شخصيه ويكتكوفريو بالمناصب تاعهم وها يخدموا بالمنصب تاعو وكنت مدير اداءات تستغلش المنصب تاعك باش تفرض على لي فارماسيان تقول اني نبعث لك انا هذو لي زوردونونس وانا فارماسيان نورمال انا مثلا جاني هذا المرض اللي عنده هذا الدواء ب 42 مليون لازم كونترول لازم الدوله على بالك تبعث له كونترول لاكناس ما يقبلولكش لازم يجي من عند الفارماسيان اكس الفارماسيان ايغريك فهمت كون يجي من عند الفارماسيان غضبان ما يقبلولكش شرف يقولوا له ما نقبلولكش دونك المرض اللي اوبليجي ميم يكون مرض مثلا اونيت وما يمشيش معاهم يولي لازم يروح للفارماسيان هذاك يهز سينو ما يديش الدواء تاعو. حكينا محمد كيف عاقبوك انت نقصوك اتفاقيات واستغلوا 5000 مريض وسيطروا عليهم وكيف مسلكوكش اليومين هذا هذيك كيف حطموك عن بالي محمد باللي راهم حطموك حطموني فهمتني انت حطم عن بالي باللي راهم حطموك تو با ايماجيني بصح الحمد لله الشكوى لربي هذيك وحدها هذيك هذيك ال 5000 اوردونونس هذيك احنا الحمد لله احنا انا جدي شهيد انا عندي هذه حب الوطن هذا بلا مزيتي انا كي عاونت الدوله تاعي ماشي نطلب مقابل والله كان عندي ان سيرتان ستوك كنت نخدم مليح الحمد لله كي جات الظرف هذاك عاونت دوك ما سلكونيش فيهم عندي بلوس دو 5000 اوردونونس قال لك كيفاش تتعاون وكيفاش تروح تجيب الدواء الور عندي حكم ها هو من وكيل الجمهوريه يقول لي ها هو تقدر تنعتهم بعد نعطيك تنعتهم خير باش يبانوا لك باللي مبادله تجاريه باللي فارماسي تشري من تحب هما قالوا لي ما تقدرش تعاون لي مالاد كي عود ما عندكش الدواء تروح تشري لي مالاد تاع والله يجي مالاد انا تجي عجوز ما الفاتيز من عندي تقول لي محمد روح جيب لي دواء ربي سهل انا والدت عندك قال لك ممنوع تعاون محمد هذا الحكم عند وكيل الجمهوريه باللي يقول لك تقدر دير معاملات تجاريه بين الصيادين والعكس كثر خيرك قال لك لانك تعاون في الدوله هذا وكيل الجمهوريه وكيل الجمهوريه زادوا كسروا للنائب العام زيد النائب العام تاع سطيف قال لك يعطيك الصحه كي راك تخدم هكذا بصح هما نو هما قال لك لازم انت ما تخدمش لازم لي فارماسيون اصحابنا هما اللي يخدموا محمد كيف قصه 51 صيدلي قبل ما نقول 51 صيدلي لان قضيه كبيره بزاف لان هذه كارثه وفيها فيها حوايج بزاف نحكي لك كي داروا لي لافير هذه انا وحطموني ومشاو معاهم في العداله ومشى معاهم قاضي التحقيق يقول لي انا هذا رضا صاحبي وسون رونتري لي ديتاي وشني عندي كلش يعني قلت لك انا باللي راح نكشف كلش ان شاء الله باش الناس كل تسمع تحل الزوجه تاعي الزوجه تاعي ستيون فارماسيان وشني فارماسيان كيما يقول لك وحدها مش تابعه ليا حلت لا فارماسي تاعها ميم با دو موا يزيد هذا مدير الاداءات اللي راهو طلع دي جي هذه هي السؤال المطروح حبس لها لا كونفونسيون علاه حبس لها لا كونفونسيون باسكو تي الزوجه تاع غضبان باسكو غضبان راح شكا بينا وبهدل بينا طول الناس لازم ننتقموا منه لازم نسكروا له ولا اسكو كاينه ظلم اكثر من هذا اسكو كاينه حقره اكثر من هذه وعلاه واش درت لك انا حتى ندير لي هكذا معليش نرجع لك للقضيه تاع 51 فارماسي يسمحوا لي لي فارماسيان 51 خاطرش ما عندي حتى مشكل معاهم بصح باش يدزوا لي جماعه انا من لاكناس يقولوا لي هذو لي 51 فارماسيان امدوا الصوارد باش يسكروا لك ليك وللزوجه تاعك ها تسمح لي انا ما درت لك والو بصح حتى لا تمد الصوارد باش تسكر اسمح لي محمد كل فعل رد فعل اسمح لي محمد الله نقطعك في النقطه هذه تفضل زيد فضلك هذو 51 فارماسي هذو كانوا بطريقه غير قانونيه من سنه 2012 الى سنه 2022 ثم هذا قالوا لك سمك كانوا دايرين لهم تغطيه مقابل مبلغ مالي باش ما يديرولهمش توقيف رغم قرار مجلس الدوله سنه 2015 بالغلق الفوري وهذا القرار هذا اللي ما يطبقش اليومين هذا احكي لي عليهم هذو سما نفهمك الكارثه نفس العصابه اللي دايره بها لانه شكون اللي دار لافير هذه دارها رئيس مجلس اخلاقيه المهنه نبيل طرابلسي هذا رئيس مجلس أخلاقية المهنة كان طرف مدني ضد هذو لي فارماسيان 51 ممنوعين ما عندهمش الاوردر خارقين القانون استنى نجبد الورقة دونك ما يقدروش يحلوا كان معاهم طرف مدني بصح الطامة الكبرى أنه كي بدينا احنا شكينا احنا في أوت 2022 بداو يرقلوهم وفي الـ 29 سبتمبر 2022 يعلقوا اون ليست تعلقها الدي دي اس تاع سطيف مديريه الصحه تاع سطيف واش تعلق فيها
تعلق فيها هادو لي فارماسيان اللي ما عندهمش لي زاغريمون علقت وباللي كانوا يخدموا منذ سنوات بلا اغريمون علقت 546 صيدلي ما عندوش لاغريمون وهادو ال51 باللي تسويه درت لهم راح ندير لهم تسويه واش معناها ندير لهم تسويه معناها مش غير قانوني المشكل هذا طرابلسي انا او نفسه مع رئيس مجلس اخلاقيه المهنه وصاحب رضا صاحب مصمودي جاش ضدي على اساس اني انا دخلت لاباس دي دوني بار كونتر هذو لي فارماسيان اللي كان طرف مدني ضدهم خليهم يخدموا من 2015 مجلس حكم نهائي من مجلس الدوله اعلى هيئه قضائيه في الجزائر مجلس الدوله ها حكم نهائي بتاريخ 21/5/2015 ناتو محمد الكاميرا باش 21/5/2015 هذا يلغي القائمه ويامر بغلق الصيدليات بصح طرابلسي لماذا وكيف الله اعلم يخليهم يخدموا حتى اكتوبر 2022 باش يعطيهم لي زاغريمون نعطيك حاجه طري زامبورطون اي طري غراف هي انه باش تبيع المهلوسات والادويه المهلوسه الدوله الجزائريه في الذكري رقم 379/19 واش يدير يجبر الصيدلي باش يكون عنده رقم تسجيل في الهيئه الادبيه اخلاقيه المهنه كيفاه هذو 51 صيدلي كانوا يخدموا الادويه المهلوسه وكيفاه داروا دي كونفونسيون مع لاكناس وكيفاه لاكناس تعقب لهم في الادويه المهلوسه هذو كيفاه شراوها وكيفاه يبيعوها وهو ما عندوش لوردر هذه اللي قلت لك ولا هنا محمد سما كانوا يجيبوا كونتيتي تاع دواء يخدموا عادي بس ما عندهم لا لوردر لا والو سما هذه السنين هذو كان شيفر دافير تاعهم بالك واحد 3 مليار يلحق انا نقول يفوت 3 مليار انا نقول يفوت على خاطرك شلات وسما دايرت لهم كوفرتور اه كون ما جاتش عندهم لاكناس كون لاكناس طبقت القانون وحبست لهم لي كونفونسيون وطبقت قرارات مجلس الدوله كون ما يتجرؤوش هما كون ما يتجرؤوش هذا كيما نبداوها بالواحد برك محمد شوف نبداو بالواحد مادام طرقنا هذا السيد نبيل طرابلسي هذا كان لي في منشور على الفيسبوك يقول بأنه يعشق الحكومات والعدالة الأوروبية لأنها منبثقة من الصندوق في إشارة منه إلى أن مسؤولي الدولة الجزائرية ينهبون ثروات شعوبهم ويخونون وطنهم ويتآمرون عليه ويكذبون باسم الدين ويشكك في مصداقية الحكومة الجزائرية ومصداقية الدولة وعدالتها لأنها لم تأتي عبر الصندوق عكس الحكومات الأوروبية وش حاب يقصد هذا محمد؟ هذا كلام خطير هذا كلام خطير انا نفهمه باش يكون هذا اللي كان هذا فيه كان ساكت 8 سنين هو ساكت على ناس اللي هي الليغال خارقه للقانون هو المسؤول الاول ثاني هو طرف منهم هو وكان طرف مدني بلو غراف هو الامر الخطير انه كان طرف مدني ضدهم كي خرج الحكم هذا اللي نعدتو لك 2015 ها هو قرار من مجلس الدوله 21/5/2015 شكون طرف المدني رئيس مجلس اخلاقيات المهنه رئيس نقابه الصيادله على بالهم بصح خلاوهم يخدموا هذا هو السؤال المطروح علاه خليته يخدم انت كنت مستفاد معاه ليه قاعد تغطي عليه ثم انا هذا اللي راه خارق القوانين الجمهوريه الجزائريه ويبيع في المهلوسات وقفت معاه وغطيت عليه وانا اللي ما درت لك والو ولفقوا لي تهمه اللي هي ما يتقبلها حتى واحد اني اخترت لك جيتو ضدي هذه واحدة وهذا رئيس النقابة رئيس نقابة الصيادلة هذا أحمد عياطي نفس الشيء رئيس النقابة أحمد عياطي هذا مدافعش عليك ما لا كغور جا مدافع كغور سكت كغور سكت جاش هد ضدي كان طارف معاهم هو ما كان طارف معاهم وجاش هد ضدي كي قالوا الجوج قالوا نسقسيك الأستاذ الصيدلي أحمد عياطي قالوا أنت تقدر تدخل لاباس دو دوني قالوا ما نقدرش امبوسيبل قال له صيدلي اخر يقدر يدخل لاباس دو دوني قال له ما يقدرش وانا كنت واقف من وقال له هذا السيد غضبان مع انصار اسكو يقدر يدخل لاباس دو دوني سكت يقدر هذا يقدر دونك جا بصيغه انتقاميه لماذا لانه دار امر خطير جدا في كورونا احنا كي عاوننا الدوله في كورونا ماشي نجي نقول لك نفوخ بروحي والله عاونت احنا عاوننا لوجه الله ولان الدوله هذا شيء بسيط مما قدمه الشهداء اللي قبلنا
اسمح لي محمد برك باش كي نصوتي دقيقه نحكي لك واش داير هذا الامر الخطير هذا جدا. اسمح لي دقيقه قبل ما نولي لهذاك باش المشاهد الكريم ها هو المنشور تاعو اللي قالك لنا انا اعشق الحكومات الاوروبيه والعداله الاوروبيه لان اتت عبر الصندوق. الصعيدي واش يدير سي عياض احمد هذا كاين فارماسي هنا في سليس بلا ما ندخل في لي ديتاي سونسيتيرمون ما نشكروش يدير له وكيل الجمهوريه لدى محكمه الصطيف يثبت له تهمه البيع الغير الشرعي للمهلوسات ثابته فيه ويروح يؤمر يعطي لهم بيركيزيسيون للدرك باش يروحوا ثم جهات امنيه قامت بخدمه تاعها فارماسي يبيع في الادويه في ليريكا فرقه الدرك وكيل الجمهوريه خدمتها واش يدير هذا يستغل ماشي نقولوا الضعف تاع الدوله حاشا لله هذيك الدوله واحد ما يقدر يركعها هو يحوس يركع الدوله واش يدير يدوموندي اضراب وطني شامل على جال ما قالوا لازم هذاك نوقفوا مع هذاك الفارماسي وقتها في لابيريو تاع كورونا هل يعقل هذا الانسان هذا حاكم من نقابه الصيادله هذا محمد في وقت كورونا وين كانت الاف الناس تموت اون بلان بونديمي حوس يسكر لي فارماسي تاع سطيف كامل على جال واحد يبيع المهلوسات قالوا لهم كون ما تديروا ثم طلب عصيان في كورونا في وجه الدوله ثم يبتز فيها هذا ابتز الدوله ثم عصيان هذا اكثر من ابتزاز هذا ايفيكتيفمون نحاولوا التهمه اللي دارها له وكيل الجمهوريه وهذا الفارماسيان خرج براءه بصح بار كونتر انا جا شد ضدي شهاده الزور وحده دار ادعاء كاذب ضدي بليني هددته الحمد لله ديت براءه في المحكمه زاد كسر للمجلس ما جاء ما احترمش حتى هيئه المحكمه الموقره ما جاش حتى للمجلس زدت ديت براءه اسمعني محمد يزيد يشهر بالزوجه تاعي في مواقع التواصل ما خلالها ما بقالها ثم صارت لها ديبرسيون غراف قريب 3 موا كانت اونسينت في هذيك الضربه مع لا ديبريسيون للناس الكل على بالك الزوجه تاعي نقمتها حمار واحد يقولها حمار واحد يقولها عليها قعدتوا حيوانات تال ماك شايف دوك مواصل التوقع مواصل التوقع عندها تاثير ثم محمد خلاص لا ديبريسيون محمد اسمح لي هذه هي لانونس اللي دار لانونس كومينيكي اوفيسيال في وقت كورونا بلي دوموندي من كل فارماسي يديروا عصيان فهمت شامل لازم لي فرماسي ضد وكيل الجمهوريه وفرقه الدرك ومصالح الدرك اللي خدموا ما قاموا غير بالخدمه تاعهم باش يشوف الشعب الجزائري انونس اوفيسيال زيد كملنا معه هذو الزوج عياضي رابرسي ومصمودي اللي طلعوه مدير واش يديروا كي شكينا احنا وشافوا بلي لافير تاع لي 51 فارماسيان يعني قلت لك انا ما عنديش مشكل معاهم واش يديروا سمعوا افيك لا كومبليسيتي دان سيرتان بروكيور اللي نقولوا ربي يهديه يحفظ القضيه كي جاتهم من عند وزاره العدل يفتح تحقيق في هذاك يقوموا بحفظ القضيه ثم السلطات العليا من العاصمه تحركوا تحركوا امر خطير جدا فارماسي 8 سنين هو الليغال صافي يحب يقول جزار يبيع في الدواء كيف تبيع دواء للشباب اكل ارواح منين تشري في الدواء 51 كيف تبيع في المهلوسات كي اكسكو كتسلك في الضرائب ولا ما كتسلك سؤال مطروح امور خطيره جدا داروها هذو ريقلوهم كي ريقلوهم المالور وشني كيما يقول لك لو بلو بو والكارثه اللي تخليك سبحان الله العظيم يطلعوه ديجي بك هذا مصمودي كان نائب مدير الاداءات بك هو راه مدير الاداءات خاطركش دير لافير هذه خرق احكام من اعلى مجلس سبحان الله بك هنا كي يعود حكم خرج باسم الشعب يطبق يقدر حتى واحد حتى رئيس الجمهوريه ما يقدرش يتدخل فيه كيفاش جيت مصمودي وعياطي وطرابرسي افيك لا كومبليسيتي تاع رضا باسكو هو لو ريسبونسابل هو اللي يقول العداله في جيبي وكلش في جيبي تري قلو توم 51 فرنسيانه سي با نورمال من الفرصة هذه أنا نوجه تحياتي كل أجهزة أمنية أجهزة أمنية يخدموا ليل ونهار يخليوا ديارهم يخليوا وقت يمدوا أي حاجة يعني ألف ألف تحية لهم المجهودات بار كونتر يجيوا أشخاص فهمت يقول لك أنا نعترف بالحكومات الأوروبية ما كانش عدالة والآخر يقول لك أنا ندير عصيان وآخر ما توجهش ما درتش إجراءات السلطات العليا لا درت أنا قلت لك كبير أنا اول حاجه درتها رحت شكيت بنفسي انا غضبان محمد صالح باللي اني دخلت لاباز دو دوني واخترقت الامن الدوله لا سو باسكو باش تقول لي دخلت لاباز دو دوني تاع شيفا تسمى لا سوفرينتي تاع لي طايف اللعب محمد منين اسمح لي
من دولة فرنسية صافي حاب يقول هذا تهديد الأمن القومي تاعنا. تهديد الأمن القومي نعطيك أنا قد مشاك وقلت لهم روحوا هزوني بصح لازم تجيبوا هذو وكل اللي قالوا دخل لاباس. نعطي لك محمد باللي نعطيو يعني نظرة للمواطنين بطاقة الإلكترونية هذه، هذا مشروع تأسس في 2007 في عهد طيب لوح الوزير السابق للعمل والضمان الاجتماعي، ينتمي إليه 24 مليون جزائري، استقام للدولة 17 مليون أورو، وين لوجيسيال تاعو 200 مليون أورو، تم تكوين 17 ألف عامل وربع إطارات في سويسرا. هذا أكل برنامج، هذا معلومات أمن قومي، أمن قومي للدولة الجزائرية تقول اخترق. هذا نورمالمون يتحرك من أعلى سلطات الدولة الجزائرية. هما في 2019 كي دار هما ما بلغوهاش للسلطات العليا. انا اللي رحت شكيت، انا شكيت بنفسي شكوى ضد غضبان محمد صالح وكل من تستر عليه باسكو هذا الامن القومي ارواحه هزوني انا ديوني لعند الامن القومي انا نقدر نخش لاباس دو دوني ونمودي فيها صافي. الدوله تاعنا راه حبيتوا تقولوا باللي الهبه تاع الدوله تاعنا راهي في المحك. هذه تاع فيها هذه تلحق حتى للشركه الفرنسيه، ثم معاقبه الشركه الفرنسيه ومعاقبه اللي شرى اللوجيسيال ومعاقبه خدعت الدوله اللي تكتم باسكو هذا بعد اللوجيسيال تاع الحاله المدنيه وتاع انقامي وهذا يجي اللوجيسيال هذا تاع الشفاء اللي فيه هو ثاني لوجيسيال تاع امن قومي. هذا فيه قد عندك اولاد واش راك تشرب واش راك مريض صافي. حاب يقول احنا دوك الوزير ولا رئيس الجمهوريه تاعنا على بالهم واش بيه واش من دواء كان يشربو كي كان منتسب ليه لانه يعني كان والي كان وزير. محمد حاب يقولوا على الحق الله اكبر. محمد واش من قلت لي بلي راك تهددت من عند اطراف، طلبت امر حمايه من عند الدوله؟ من عند امر حمايه عندي يسمح لك القانون باش تطلب امر حمايه ويعطيه من عند الدوله وتمدو لك؟ طلبتها والله ما طلبتهاش. ما طلبتهاش واش محمد البارو الريزو الكبير هذا بعد التهديدات اللي جاوك وهذاك ماكش خايف منهم؟ لا خويا صابر انا هذو لي بارو ما عنديش علاقه معاهم، انا جوي فارماسيان تما نخدم مع لي غروسيست ما عنديش علاقه مع تاع الدواء ولا ذاك. بالمناسبه برك يعني كي عطيتني الفرصه نشكر دو غروسيست لي فريرتي من لوكا لحسن وحسين يعطيهم الصحه، خاصه ثاني مراد يخدم عند حسين وبنت لحسن ثاني لا فارماسيان يعطيها الصحه لانهم وقفوا معايا في الشده تاعي وما بخلونيش كثر خيرهم. كاين رجال اوفياء يعطيك الصحه مجال الدواء، كاين رجال كيما الكروسيست بارك الله فيك. ولا قلت لك نوجه لهم شكر خاص يعطيهم الصحه على الوقوف تاعهم، في حين انه مثلا جياش مات مالغري كنت نقضي من عنده كنت انا الاول عنده. رشيد رميدي اللي حكينا عليه هذاك اللي هو في السجن هو اللي كان على بالك صاحب سيلو بارون مع رضا صاحب رضا الانتيم دونك هو اللي كان سبب في التحطيم تاعي. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ألقى في أحد خطاباته قال لك كاينين الناس يحاربوا من يحارب الفساد، ورئيس الجمهورية والدولة إحنا محمد عندنا ثقة فيهم نعم يبنيوا في دولة قوية وكاينة عدالة. كاينة عدالة محمد، وش النداء اللي توجهه للسلطات العليا؟ يعني نستغل هذه الفرصة اللي عطيتها لي يعطيكم الصحة قناة سلام باه نوجه النداء تاعي لأعلى السلطات من السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى السيد الصدر قائد الأركان سعيد شنقريحة إلى كل مواطن بسيط حر باش يوقف معايا ويدعمني في هذه الظلم هذا والحقرة اللي تعرضت لها، ويعطيكم الصحة يا فور يندريان فوا وشكرا. شكرا محمد وربي ان شاء الله ينصر الحق ان شاء الله. مادام انت وقفت مع الناس في كورونا فيها 5000 مريض ومازال مستحقاتك عالقه اليومين هذا وداروا لك المشاكل هذو وكل اعرف باللي كاينه دوله. الحمد لله الحمد لله مازالت الدوله تاعنا قائمه وكاين رجال شرفاء وكاين ناس راهي تحارب في الفساد، وانا عندي كل الثقه في الدوله وفي الرجال تاع الدوله. شكرا محمد يعطيك الصحه وبارك الله فيك. في كابا